صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنتكلم عن احد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه. الحقيقه هنتكلم فيها النهارده تحديدا عن تنشيط السياحه الثقافيه بعد عوده فتح المتاحف والمواقع الاثريه مره اخرى امام الزائرين. وهيكون ضيفنا في الاستوديو استاذ محمد فاروق رئيس لجنه السياحه الالكترونيه بغرفه شركات السياحه. قبل ما نتكلم عن موضوعنا الاساسي اسمحوا لنا في البدايه بنبتدي معاكم فقره الاخبار بهذه العناوين. وزارة التضامن تعلن بدء صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات كورونا. روسيا تقرر استئناف حركة الطيران الدولي مع مصر بواقع 3 رحلات أسبوعياً. والهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق شعار نرعاك في مصر كعلامة تجارية للسياحة العلاجية. من العناوين بنروح للتفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنبتدي أخبارنا الحقيقة بالخطوات المستمرة من قبل الجهات المعنية والحكومة ووزارة السياحة والآثار لدعم العاملين بها وتخفيف تداعيات فيروس كورونا وفترة التوقف والإغلاق. قررت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم، ده لمدة 4 أشهر لدعم أسرهم وتخفيف طبعا تداعيات فيروس كورونا. وأكدت وزيرة التضامن نيفين القباج أن المستفيدين من الدعم هم جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة، وعددهم أكثر من 12424 مرشد سياحي. وأيضا أشارت الوزيرة إلى أن الصرف سيبدأ من الثلاثاء المقبل وبواقع 1000 جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء، خاصة طبعا مع قرب عودة المدارس والجامعات. من الأخبار الحقيقة المبشرة بالحركة السياحية الوافدة بنتكلم تحديدا عن الرحلات السياحية وبدء وعودة بدء تسيير رحلات سياحية مرة أخرى إلى مصر. وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين قرار باستئناف حركة الطيران مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا جمهورية المالديف. وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الروسي قام بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع مصر عبر مطار القاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيا. طيب بنتكلم عن الإجراءات الاحترازية المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واللي كان مؤخرا تم الإعلان عنها وهي تحليل PCR لكل القادمين من الخارج. سلطة الطيران المدني بالفعل بتبدأ تطبيق قرار إجراء تحليل القادمين من الخارج للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى مطارات الجمهورية، ومنها الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، وطابة. وفي حالة عدم تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة. أه
نتكلم عن المعارض الخارجية، وكشفت الدكتورة أميمة غانم زيدان المستشار الثقافي المصري في الصين عن مشاركة مصر بجناح كبير في معرض السياحة والثقافة الدولي بمدينة جوانغشو جنوبي الصين، وده لعرض المنتجات الثقافية والحضارية وأيضا الترويج السياحي لمصر. ودكتورة أميمة صرحت أن المعرض الدولي سيتم تنظيمه في الفترة من 24 حتى 26 سبتمبر الحالي، وده بمشاركة 65 دولة ومنطقة، ويقام على مساحة 100,000 متر مربع، وهيتم تخصيص جناح كبير منها لمصر، وبيقام على مساحة وهيتم تخصيص جناح كبير لمصر، وده لعرض المنتجات الثقافية والبرامج السياحية المختلفة، خاصة وإن الشعب الصيني شغوف للغاية بالحضارة والثقافة المصرية. معرض آخر ولكن مش في الصين، ولكن في تشيك، اتكلمنا عنه الحقيقة في حلقتنا الماضية. افتتح وزير الآثار خالد العناني ورئيس الوزراء ووزير الثقافة في دولة التشيك معرض ملوك الشمس بالمتحف القومي بالعاصمة براغ. حضر الافتتاح ما يقرب من 500 شخص من أهم رموز المجتمع التشيكي، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، حيث يعرض آثار من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة وتماثيل لكبار رجال الدولة وأيضا الموظفين. على جانب آخر، بحث الدكتور خالد العناني مع نائب وزير التعليم العالي البولندي ورئيس جامعة وارسو ورئيس المعهد البولندي للآثار ودراسات البحر المتوسط سبل التعاون العلمي الأثري لرفع كفاءة وجودة العمل والمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية. طيب نروح لمدينة الإسكندرية الرائعة المميزة جدا طبعا، خاصة في فصل الصيف، وعندنا كمان فيها مجموعة من الآثار المواقع الأثرية اللي بتخدم طبعا نمط السياحة الثقافية. أكد مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي محمد بتولي أن مشروع تطوير حدائق المنتزه من المشروعات الهامة التي ستجعل منها مقصد سياحي عالمي. وأوضح متولي أن مبنى الرويال هاوس هو مبنى حديث وبني على شكل المباني التراثية بالمنتزه ليتناسب مع طبيعته التاريخية والتراثية، وأضاف أنه غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية. قبل ما نستكمل اخبارنا، بنرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ محمد فاروق رئيس لجنه السياحه الالكترونيه بغرفه شركات السياحه. استاذ محمد صباح الخير واهلا بحضرتك معنا. صباح الخير استاذ علاء. بنتكلم الحقيقه في الخبر الاخير معانا استاذ محمد عن مدينه الاسكندريه وتطوير حدائق المنتزه، الحقيقه من المشروعات الهامه جدا، وبنتكلم كمان عن مبنى رويال هاوس على شكل المباني التراثية اللي طبعا يعني بتناسب طبيعة الآثار في هذه المنطقة، رغم أنه غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية. أهمية هذه المنطقة وأهمية هذا المكان كونه يضيف إلى السياحة الثقافية بمحافظة الإسكندرية. هو الإسكندرية بصفة عامة كلها، كل محافظة الإسكندرية في توجه من القيادة السياسية حاليا مباشر عليها لرفع الكفاءة، سواء كان في طرق والانفراستراكشر بصفه عامه بتاعه المحافظه، لان اسكندريه مرتبطه بالعالمين. واحنا الفتره اللي جايه سياحيا عندنا توجه تحفيزي لدعم المنطقه وزياده التنشيط السياحي على منطقه اسكندريه والساحل الشمالي والعالمين نتيجه استثمارات الدوله الكبيره في المنطقه ديت. فاصبحت النهارده لاول مره انا شخصيا من الناس اللي كنت بتنادي بفتره كبيره جدا اسكندريه تحققها
من السياحه الثقافيه والترفيهيه الاثنين مع بعض غير المصريين يعني تشتغل طول السنه لكل الجنسيات. حاليا كميه المطارات اللي اتفتحت سواء كان مطار برج العرب مطار العالمين المربع ده كله كده من اول محافظه اسكندريه الى مطروح ان شاء الله ده هيبقى شرم الشيخ وغردقه جداد ان شاء الله. فعشان كده كل التطورات اللي بتحصل في المحافظه كلها هيبقى ليها عائد ايجابي جدا على البلد وعلى اهل هذه المنطقه. صحيح، يمكن ده كمان على مساله السياحه الثقافيه بالاسكندريه بالاضافه الى السياحه الشاطئيه على غرار شرم الشيخ والغردقه زي ما حضرتك قلت افتتاح متاحف للاثار في المدينتين دول. طيب نستكمل اخبارنا وبنتكلم عن المحميات الطبيعيه. اكدت دكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه ان ملف المحميات الطبيعيه وتطويرها بيعد من اهم الملفات التي يتم العمل عليها خلال الفتره الحاليه بالعديد من المحميات ومنها محميات الفيوم، خاصه طبعا انها بتتمتع بمناطق جذب سياحي متنوعه. كان هذا الكلام خلال بحث وزيرة البيئة مع دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم سبل التعاون لتنشيط حركة السياحة البيئية بمحميات المحافظة ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر والعالم. على جانب آخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، تفقدوا متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به ومعبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق. في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري يرافقه عدد من المسؤولين متحف آثار كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به ومعبد قصر قارون بالإضافة إلى عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة. الفيوم احد البقاع المميزه في مصر في التنوع التراثي اللي موجود في المحافظه من عصور ما قبل التاريخ حتى بقى مرورا بكل العصور اللي مرت بها تطور الحضاره في مصر. هي بس الميزه في الفيوم ان هي بتشتهر بالسياحه في الفتره الشتويه اكتر من الفتره الصيفيه. النهارده احنا مع بدايه فتح المناطق الاثريه والبيئيه والمحميات كنا حريصين ان احنا نبقى في يعني في زياره موسعه للاطمئنان ان هذه الاماكن جاهزه لاستقبال السائحين. وزاره السياحه والاثار فتحت المواقع امبارح، بنتاكد ان جميع الاماكن اللي اتفتحت بتطبق كل الاجراءات الاحترازيه علشان نتاكد سلامه الزائرين اللي هيدخلوا الاماكن دي. طبعا في الفتره اللي جايه نظرا لجائحه كوفيد 19 هيبقى في محددات كتير على السياحه الخارجيه، فالسياحه الداخليه هي الامل. كانت الزياره قد بدات بتفقد متحف اثاركم أوشيم الذي يضم 313 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعوني، كما تم تفقد معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق ومنطقة قدس الأقداس ومحمية وادي الريان. يعني عملنا مسافات تباعد بين الزوار، عدد اللي يخشوا المناطق الأثرية لا يزيد عن 15 خاصة المعابد والمقابر زي معبد قصر قارون وزي هرم اللاهون ما يدخلش فيه أكثر من 15 واحد، بالإضافة إلى وجود جهاز كواشف للحرارة موجود في كل مناطق الآثار في الفيوم. فدي كلها تدابير ودي رسالة بنقول للعالم إن احنا يعني بنجتاز بإذن الله هذه الجائحة وبنعبر منها. ويتم إعداد دراسة خاصة بالمناطق الأثرية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء مركز للزوار أمام معبد قصر قارون ومنطقة خدمات، إلى جانب تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية وكذلك استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة. أكيد محافظة الفيوم من الأماكن الرائعة جدا اللي بتتميز بأجواء مختلفة وأنماط سياحية الحقيقة متنوعة، مش بس السياحة الثقافية لكن كمان السياحة البيئية ووجود عدد من المحميات يعني المميزة جدا في محافظة الفيوم. خلينا نتكلم معاكم عن نمط سياحي آخر خالص وهو السياحة العلاجية من خلال هذا الخبر. هنأ الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل دولة الإمارات العربية المتحدة لحصول إمارة دبي ممثلة في هيئة صحة دبي على المركز الأول عربيا والسادس دوليا في السياحة العلاجية، وذلك وفقا للمؤشر العالمي للسياحة الطبية والصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية. أما عن مصر والسياحة العلاجية في مصر، فأعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق شعار نرعاك في مصر كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، سيتم التسويق له بشكل احترافي وعالمي. طيب نرجع تاني لأستاذ محمد فاروق ضيفنا في الاستوديو. أستاذ محمد، السياحة العلاجية بدأ الحقيقة في اهتمام بيها كبير في الفترة الأخيرة، ويعني كنمط سياحي واعد بنحاول ان احنا نجتذب بيه عدد اكبر من السائحين. أهمية السياحة العلاجية وضرورة الاهتمام بيها في الفترة القادمة؟ طبعا السياحة العلاجية هي من سياحة الكيف. سياحة الكيف هي سياحة الإيرادات، هي السياحة اللي بتجيب فلوس، وخاصة مع انخفاض حركة السياحة العالمية النهاردة وصلت حوالي 20% متوقع خلال نهاية العام 2020. الدول كتيرة جدا بتهتم بهذا الموضوع زي الأردن زي الإمارات. سياحة الكيف، سياحة الكيف الراجل بيسافر فمع فلوس يسافر يتعالج برا، بيقدر يدفع في مستشفى الرقم المناسب اللي هو المفروض الدفع، بيقيم في فنادق، بيبقى مع أسرته وبيقعد على مستوى معين من الفنادق. فهي دي سياحة الكيف، ودي نقطة احنا كتير كنا بنتكلم فيها، وانا سعيد جدا ان هيئه الرعايه الصحيه ابتدت تهتم بهذا الموضوع. لان الموضوع ده طبعا لازم يحصل فيه بعض من البروتوكول مع قطاع السياحه، سواء كان مع الغرف والاتحاد او مع كمان هيئه تشريط السياحه، عشان نوضع مصر في مكانها الصحيح بالنسبه للسياحه العلاجيه، لان دي هتدخل ايرادات غير اقول لك انها غير مسبوقه، ارقام ضخمه جدا. وعشان كده كان دبي تخصصت فيها بشكل كبير، برده جايه رقم واحد زي ما حضرتك قلت في الخبر. طيب يعني احنا طبعا بنتمنى بالفعل ان احنا كمان يكون لينا مكانه على خريطه السياحه العلاجيه على مستوى العالم، وبالفعل احنا بناخد خطوات في هذا الاتجاه. خلينا نتكلم عن السياحه العالميه في العالم سواء عربيا او عالميا. بنتكلم عن المملكه العربيه السعوديه. ظهر وزير السياحه السعودي احمد الخطيب في مقطع فيديو وهو يقود دراجه هوائيه في جبال السوده، وهي احدى الوجهات السياحيه بالمملكه في اسلوب جديد للترويج السياحي بالسعودية. منطقة جبال السودة تقع في عسير جنوب غربي السعودية على ارتفاع 3015 متر من سطح البحر وذات طبيعة خلابة. يعني اسلوب يمكن جديد في السعوديه للترويج السياحي، لكن هو طبعا اصبح موجود في العالم كله. الناس بتتابع سواء المشاهير او حتى المسؤولين في بلدانهم لما بيكونوا بيعملوا جوله سياحيه، وخصوصا لو باسلوب رياضي بقياده الدراجه زي ما احنا تابعنا. نروح لفرنسا، وبتعيد الفنادق الفخمة في باريس فتح أبوابها بعد إقفال استمر 5.5 شهر، لكن الحقيقة هذه العودة ما زالت محفوفة بالمخاطر، لأن الزبائن في باريس اللي بتسعى هذه المؤسسات لاستقطابهم إلى مطاعمها ومنتجعاتها الصحية لن يكونوا بديل كافي لتعويض غياب السياح الأثرياء. وأجلت هذه المؤسسات قرار إعادة الفتح إلى سبتمبر، ده بسبب قلة الحجوزات، فأقل من فندق واحد مصنف 5 نجوم في باريس من كل 3 عاود مرة أخرى نشاطه هذا الصيف وفق بيانات إحصائية، وده الحقيقة في مقابل 68% في بقية المدن في فرنسا و100% على الساحل. اهلا بحضراتكم مرة تانية.
بعد توقف دام حوالي 240 يوم من 23 مارس الماضي تحديدا وحتى 1 سبتمبر الجاري، بتعود مرة أخرى المتاحف والمواقع الأثرية بتفتح أبوابها أمام الزائرين يعني بعد هذه الفترة من التوقف والإغلاق، وعودة السياحة الثقافية تحديدا مرة أخرى في مصر. يمكن احنا طبعا عارفين انه كان بدأ الفتح تدريجيا لبعض المواقع الأثرية بداية من 1 يوليو الماضي، وكان ابتدى يمكن 8 مواقع أثرية ثم أصبح إلى 16 متحف أو موقع أثري، لكن بنتكلم عن 1 سبتمبر الفتح كل المواقع الأثرية بشكل كامل أمام الزائرين، طبعا مع استمرار الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المختلفة لضمان سلامة الزائرين والسائحين وأيضا العاملين في هذه الأماكن السياحية، وأنه يتم العمل وفق ضوابط معينة والتزام بعدد العاملين والطاقة الاستيعابية للمكان وأيضا عدد الزائرين لكل فوج سياحي. خلينا نتكلم عن ده بالتفصيل وأهميته لتنشيط السياحة الثقافية مرة أخرى في الفترة القادمة، كل ده من خلال حوارنا مع ضيفنا اللي مازال مشرفنا في الاستوديو، أستاذ محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية في غرفة شركات السياحة. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ محمد، ويعني تعليق حضرتك على عودة السياحة الثقافية بكامل طاقتها، أو نقدر نقول يعني المتاحف هي اللي بتعود بتفتح أبوابها أمام الزائرين كلها، كل المتاحف دون استثناء. هي بالضبط نفس المرحلة اللي تمت الأولانية بالنسبة للساحة الشاطئية. في الساحة الشاطئية لو حضرتك تتذكري في العيد الصغير احنا كنا ابتدينا بشكل تدريجي، وبعدين الأرقام ابتدت تعلى شوية بالنسب في العيد الكبير. الساحة الداخلية حاليا الحمد لله من أول سبتمبر هيتفتح المواقع الأثرية بالكامل، ثم في 1 أكتوبر هتشتغل المراكب العايمة في الأقصر وأسوان. هي بالضبط نفس الحركة، نفس التطور التدريجي وبنفس الإجراءات الاحترازية. مبدئيا السياحة الداخلية عليها عامل كبير جدا برضو عشان زيارات المتاحف لمساعدتنا على تثبيت الإجراءات الاحترازية والتأكد من كفاءتها بالكامل قبل وصول السائح الأجنبي. فبنطلب استمرار السياحة الداخلية وتوجهها من الشاطئ إلى الثقافي، كذلك بنتوجه كذلك بالنسبة للمراكب العايمة. هي بنفس الطريقة فتحها، هي هتكون زي الأوتيلات بالضبط، هيبقى بنسبة 50% إجراءات احترازية. كل ده بيتم مباشرة عشان استعدادا للموسم الشتوي اللي هو احنا بنتوقعه ان هو يبتدي ارقامه تكون مميزة اعتبارا من الربع الاول من 21 ان شاء الله. طيب يعني استاذ محمد، معروف انه السياحة الثقافية يعني بيقدر الانفاق عليها بانه من اعلى معدلات الانفاق في انماط السياحة المختلفة، ازاي نقدر نستعيد هذه المعدلات مرة اخرى، وايه اكتر الجنسيات يعني اللي بتفضل السياحه الثقافيه في مصر واللي علينا ان احنا نستهدفها ونركز عليها؟ كلام حضرتك مظبوط. السياحه الثقافيه بتمثل بحدود 28% من حركه السياحه العالميه طبعا، وبتتناقص مش بتتزايد. ليه بتتناقص مش بتتزايد؟ لان طبعا هي بتتوقف على الاجيال، الجيل واي وزد اللي هم الاجيال اقل من 33 سنه، الاجيال دي اهتمامها بالسياحه الثقافيه محدود بشكل ما، بيحبوا يشوفوا السياحه الثقافيه بشكل مختلف عن السينيورز او كبار السن. بالتالي اللي بيحصل حاليا ان احنا بيحصل تطوير في تقديم المنتج الثقافي لهذه النوعيه من العملاء عشان نقدر نواكب طلبات الواي والزد اللي هم الاجيال الجديده. طبعا هي دي سياحه كيف، سياحه ثقافيه، سياحه كيف اللي بينزل بيها عميل مع فلوس يقدر يصرف ويقدر يزود مدخول السياحه في مصر. طيب استاذ محمد، الحقيقه يعني الاسواق السياحيه اللي كانت بتقبل على السياحه الثقافيه اكثر يمكن في امريكا اللاتينيه، اسبانيا او فرنسا، وايضا فرنسا طبعا. فرنسا والاسباني واللاتين امريكا والصيني طبعا. لكن البعض بيشوف انه بعد مرحله ما بعد كورونا يعني يمكن بتغير او بتاثر على شكل الخريطه السياحيه للعالم بشكل عام، حضرتك شايف الكلام ده ازاي؟ هو هيفضل نفس الاسواق، لان هي دي الاسواق. يعني انا حضرتك ان مناهج التاريخ المصري بتدرس في المراحل الابتدائيه في اوروبا وخصوصا في فرنسا وانجلترا، فبالتالي هتفضل كل الدول التي ليها تاريخ زي مصر ما ليها تاريخ هي الانترست او اللي هي متشوقه انها تيجي تشوف التاريخ. فهيفضل العميل هو مش هيختلف كتير، بس هو النقطه ان احنا لازم نقدم السياحه الثقافيه بالشكل الحديث عشان نجتذب الاجيال الجديده. ازاي الشكل الحديث ده وخصوصا في ظل يعني اساليب الترويج اللي احنا بنحاول نتبعها في الفتره الحديثه زي الذكاء الاصطناعي واستخدام الفي ار وكل الامكانيات دي، هي
هي دي الجيل الجديد بتحب تتعامل معاها. واحنا طورنا يعني عندنا كتير قوي المواقع الاساسيه ابتدت تتعمل لها فيديوهات وابتدت تنزل في ار, وده الوضع اللي احنا بقى بنتكلم عليه اللي هو التطور. وحاليا ابتدى يعني ابتدى قالوا اكتر من 4 شهور كان لاونشنج, الوزير كان عمل لاونشنج لبعض المواقع بالفي ار. احنا لازم نستمر في كل المواقع السياحيه المصريه الاثريه تتحول الى هذا الوضع الالكتروني في التسويق. ده اللي هيخلي الشباب ده او النوعيه دي من الكاستمر ترجع لنا, وابتدت تزود لنا الاعداد تاني بتاعت او نسبه الحضور لزياره السياحه الثقافيه. لان كل ما من ايام بتعدي كل ما بيحصل ان السينيورز بيقلوا والواي وزد بيعلى, فهيخفض لك نسبه. يعني النسبه دي لغايه 3 سنين فاتوا كانوا 30%, دلوقتي بقت 28 والى اخره على مستوى العالم. طبعا انا مش بتكلم على 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 مصر بصفه, بس طبعا ان مصر لوحدها اكتر من ثلث اسعار العالم. فلو قلنا 28% احنا ثلثهم يعني. صحيح. طيب استاذ محمد, الحقيقه بنتكلم عن اساليب الترويج السياحي, احنا يعني بنشتغل بقالنا فتره على الترويج بوسائل مختلفه ووسائل غير تقليديه زي ما حضرتك بتتكلم, وكمان ان احنا نلجا ل يعني محطات او القنوات الدوليه انها بتعمل ترويج لمصر. يعني على سبيل المثال مؤخرا في فيلم ترويجي من داخل المتحف المصري الكبير لقناه سي ان ان الدوليه, يمكن احنا بنتابع مع حضراتكم مع المشاهدين لقطات على الشاشه من هذا الفيلم الترويجي. يعني بتقيم ده ازاي ودوره في توجيه انظار العالم لصرح كبير زي المتحف المصري اللي احنا منتظرين افتتاحه ان شاء الله؟ ده الحديث على كمان العالم المصري طبعا الشهير العالمي دكتور زاهي حواس لسه منزل فيديو مكسر الدنيا في امريكا وفي اوروبا. يعني مجرد انه طلع عمل هذا الفيديو كميه السيرش والبحث اللي تمت على المحط على المقصد السياحي المصري كانت عاليه جدا, واحنا تابعناها وخدنا ارقام عليها. حقيقه هو ده الوضع اللي احنا بنتكلم عليه, هو ده المطلوب. التسويق الالكتروني, التسويق الالكتروني مهم جدا لان هو دلوقتي هو اللي بيوصل. في نفس الوقت وجود كتيبه الكترونيه قويه بتتبع مباشره هيئه تنشيط السياحه, كذلك المحافظات لازم يكون عندها كتاب الكترونيه تسويق المنتجع السياحي, زي ما بتكلم على مناطق زي البحر الاحمر زي شرم الشيخ زي الاقصر زي اسوان. لازم يعرف كل الساده المحافظين لازم يبقوا عارفين كويس قوي ان منطقتهم هي او المنطقه اللي هم ماسكينها هم مسؤولين عن تسويقها الكترونيا. هم المفروض اسرع ناس هيقدروا يردوا حتى اكتر من الوضع المركزي. يعني انا لما اكون قاعد في الاقصر وحصل عندي موضوع في الاقصر, اللي جوه الاقصر هيبقى اسرع واحد يقدر يرد على العالم عن طريق السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. ده رقم واحد في التسويق حاليا يا فندم. طيب مع عودة السياحة مرة تانية للأقصر وأسوان, يعني كأسلوب أو خطوة لزيادة الجذب السياحي وتسهيل حركة السائحين إلى هذه المنطقة, بيطالب البعض بالمزيد من دعم رحلات الشارتر إلى الأقصر وأسوان. يعني رأي حضرتك في الكلام ده؟ والله احنا موضوع الدعم, انا شايف ان احنا نقدم خدمات اضافيه للوكيل السياحي اكتر من موضوع الدعم. لان حتى موضوع الدعم النهارده حاليا احنا بنتكلم حركه السياحه العالميه منتظره تكون في حدود 20% لغايه نهايه السنه زي ما قلت لحضرتك, وبتزيد بنسب لغايه النصف النصف الاولاني من 21 عشان توصل 40%. فهو اصلا انا مش حجم العمال اللي جاي مش هيغطي نسب الاحترازيه اللي انا حاططها لفريق ال 50%. فانا شايف ان احنا نركز اكتر بشكل عام بجانب سياحه الكم على سياحه الكيف, وحط مناطق امنه زي ما حطيت اقول سهل حشيش منطقه امنه, بالتالي فيها فنادق فخمه, اجي في الاقصر اخد المناطق الفخمه اللي فيها فنادق فخمه اقول منطقه امنه, اخد مراكب بعينها اقول انها مناطق امنه. في ابو ظبي اعلنت منطقه امنه الياس عشان تعمل رالي للسيارات بتاعها اللي بتعمل كل سنه, ومنتظر حضور 2500 واحد بافريج انكم للزياره 25 مليون دولار غير التسويق الاعلامي والاعلاني اللي هو يوصل 100 مليون دولار انكم الحدث دوت في الوضع اللي احنا فيه. يبقى اذا الناس بتفكر في الكيف جانب الكم, لان الكم مفيش, احنا متفقين ان الكم مفيش. علينا ان احنا نركز على الكيف زي ما حضرتك كنت بتتكلم حتى في الاخبار انماط سياحيه مختلفه. المريض هيسافر يا فندم, المريض لما يلاقي يعرف ان في علاج لمرضه هيسافر له. أوكي. طيب كمان كنا بنتكلم الحقيقه بس اشرنا ليه سريعا عن فكره ربط السياحه الشاطئيه بالسياحه الثقافيه, الاتجاه اللي موجود دلوقتي الحقيقه في عدد من الاماكن زي ما قلنا شرم الشيخ والغردقه, افتتاح متاحف للاثار في هذه المناطق, وكمان بنتكلم عن محافظه اسكندريه زي ما اشرنا في الاخبار. يعني اهميه ده ودوره في تنشيط ودعم السياحه الثقافيه بشكل عام في مصر. بص حضرتك, انا تخيلي ان احنا هيبقى عندنا 3 مناطق مهمين جدا, منطقه الغردقه والاقصر واسوان, منطقه دي مربع, منطقه شرم الشيخ وما يحيطها, منطقه اسكندريه لغايه ما تروح.
المرة دي اوريدي حاليا وزاره النقل بتبتدي تعمل خطوط نقل خطوط مباشره سواء كانت سكك حديديه ما بين الاقصر والغردقه سواء ما بين شرم الشيخ والمناطق المحيطه بها كذلك اسكندريه ومنطقه الساحل الشمالي. لابد من عمليه الدمج ما بين الشاطئي والثقافي زي ما قلت حضرتك برضو عشان اواكب الاجيال الجديده. الاجيال الجديده عايزه ليجر عايزه يعني ترفيه اكتر فلازم احط له حاجه جنبه اشغله ثقافي عشان يديله فكره عن التاريخ واستخدم فكره الفي ار. ده توكب بشريه يعني وانا لازم اتماشى معاه. هي دي الاجيال الجديده بتتعامل بهذا الاسلوب. فده السبب ان احنا بنغير المنتج السياحي المصري او قياداتنا بتغير المنتج السياحي المصري حتى علشان نوصل للمستوى في التعامل الدولي والمحلي اللي يخلي الناس تحس بالتناغم. صحيح. طيب الحقيقه احنا كان عندنا العام الماضي استاذ محمد عدد كبير من الاكتشافات الاثريه في سواء في سقاره سواء في الاقصر سواء حتى في المنيا. ازاي نقدر نستغل هذه الاكتشافات الاثريه ايضا في توجيه انظار الزائرين والسائحين من حول العالم الى السياحه الثقافيه في مصر؟ تسويق الكتروني الكلام ده بيتاخد على هو اوريدي بيحصل. انا مش بقول كلام مش بخترع العجله الكلام ده بيحصل اوريدي حقيقه. السادة القائمين على وزارة السياحة والآثار لا يدخلوا جهدا في ومعهم ناس خبراء يعني يشار لهم بالبنان ان هم بيقدروا حاليا بصراحة بيعملوا هذه التغطية الإعلامية عن طريق السوشيال ميديا زائد برضو مشروعات الفي ار هي مكلفة طبعا بس لابد الاستثمار فيها عشان نخلي كل منتج سياحي ثقافي في مصر ظاهر للعيان. بالإضافة طبعا لنقطة مهمة جدا وطبعا دي أتمنى ان احنا نبتدي نتحرك عليها. يعني انا عندي مكان زي ميدان التحرير مثلا تطبيقات ميدان التحرير منطقة عين السيرة لازم يكون في خطتنا مع اول السنه ان شاء الله وانا متاكد طبعا ان هو كان ده مش فايت الساده صانع قرار ان احنا يكون عندنا فعاليات قائمه فعاليات معلنه من دلوقتي يعني لازم عينها على اكتوبر ان انا هيبقى عندي في شهر يناير في ميدان التحرير كذا هيبقى عندي في عين السيره هجيب فنان كذا هجيب حدث كذا هجيب لايتنج هجيب فاير شو هجيب على مدار السنه زي ما مش برضه مش بنختار العجله دبي بتعمل كده باريس بتعمل كده لازم الناس تحس ان في فعاليات قبل السوق الدولي هيبقى السوق المحلي والسوق الاقليمي هينجذبوا فده هيضمن لي دخل اضافي كذلك اقدر بقى بشكل تطويري بحط بورتبولز شوبس كده الناس الشباب يعرضوا منتجاتهم يعرضوا افكارهم يحطوا ثقافاتهم يبيعوا وجباتهم يعني انا عايز اقول لحضرتك الفكر دوت كنا ان احنا بنخلي النهارده ميدان التحرير او بنحوله الى منطقه سياحيه وتطوير حاجه عظيمه حقيقه وفخمه زائد منطقه عين السيره. المنطقتين دول بالذات لازم التركيز فيهم ولازم تسويهم خصوصا في العاصمه. صحيح. يعني بالفعل الميدان تحديدا كان تم تطويره بشكل مبهر جدا احنا تابعنا ده ويمكن الاجنده اللي حضرتك تقصدها يعني اكيد كانت في هي موجوده في طبعا الخطة اكيد الفكره موجوده لكن يمكن الظروف الحاليه طبعا بتاخر او أكيد بتعطل طبعاً هذه الاحداث. طيب استاذ محمد الحقيقه كان في مؤخرا حاجه ايجابيه جدا لقطاع السياحه في مصر وهي زياره امين عام منظمه السياحه العالميه والحقيقه زار عدد من الاماكن الاهرامات وايضا يعني عدد اخر من الاماكن الاثريه وكان ليه والمتحف المصري الكبير وكان ليه الحقيقه مؤتمر صحفي وتصريحات ايجابيه جدا عن السياحه في مصر. دور يعني مثل هذه الزياره في ايضا جذب المزيد من السائحين ولفت الانظار الى مصر. هو لازم نعرف الزياره ليه؟ هي الامم المتحده اصدرت توصيات من 5 بنود بخصوص موضوع السياحه احد عناصرها يعني لان احنا في حوالي 120 مليون وظيفه متاثره بهذا الموضوع ده رقم مش قليل عالميا يعني السياحه بتمثل حوالي 9 ل 10% من دخل في معظم الدول اللي صناعه السياحه احد عناصر دخلها قومي فالموضوع دوت اصبحت مشكله عالميه اقتصاديه عالميه فلابد من التدخل اممي. من هذا المنطلق ابتدى معالي امين عام منظمه السياحه العالميه بيقوم بزياره بعض من الدول التي لها دخل سياحي عالي لعمليه الربط بين تلك الدول في السياحه البينيه وتسهيل الحركه لان كل دوله قافله على نفسها وبتاخد قراراتها انا هفتح المطار ده لا مش هفتح المطار ده انا هدخل ده انا هقفل ده فهو بيحاول دلوقتي ان هو يحصل عمليه تناغم. وكانت دي اول زياره ليه الحقيقه بعد فتره كورونا. يا فندم هو اول زياره طبعا اول زياره ليه خبر اوروبا اصلا بس هو كان بيزور اوروبا فهو الموضوع حاليا بيتم هذا الموضوع ان يحصل عمليه التناغم فمشكورا على زيارته طبعا هو حطنا على موقع التواصل الاجتماعي انه جزر مصر وقال فيها اشاد كلام جميل جدا ومعالي وزير السياحه مر معاه في معظم الاماكن السياحيه الثقافيه والترفيهيه وده ادى طبعا امباكت قوي جدا ان هو
في مساعيه لدمج الدول تاني في التعامل هيقدر يدي وجهة نظر حقيقية ومصدقة للعالم الخارجي. صحيح، يعني لما تكون هذه التصريحات والزيارة لمسؤول أممي كبير في المواقع الأثرية المختلفة في مصر، فدي بتعتبر طبعا أكبر دعاية للمقاصد السياحية الثقافية المصرية. بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بنشكركم أيضا على حسن المتابعة، والأسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة من المجلة السياحية.